بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 23 من يوليو يوم النهضة المباركة. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهنيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو. بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بمناسبة ذكرى اليوم 23 من يوليو يوم النهضة المباركة للدولة الشقيقة. ضمنها سموه صادق تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والرقي، مشيدا سموه بما يجمع البلدين من علاقات أخوية وطيدة، متمنيا لهذه العلاقات المتميزة المزيد من التطور والنماء. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 23 من يوليو يوم النهضة المباركة. عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بمنفور الصحة والسعادة وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة.